تجفيف النعناع يفضل معاكي اخضر طول السنه، ولو حتى فرزتيه هيفضل اخضر وكانه فريش. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لابي وامي وامهات المسلمين اجمعين، كل عام وانتم بخير. بامر الله النهارده هنعمل مع بعض تجفيف وتفريز النعناع بالطريقه الصح المظبوطه، بحيث ان النعناع يفضل معاكي اخضر وفريش. نعناع جبته وقطفته واتغسل حلو جدا جدا. عايزه اقول لك على نقطه مهمه، ان لازم ينشف كويس، وافضل حاجه بالنسبه لي انا ان انا انشفه من الميه، اني بحطه في كيس زي ما انتم شايفين كده، واحط واربط الكيس كويس واحط في الغساله اوتوماتيك، بيطلع جاف تماما. او ممكن لو عندك المجفف بتاع الخضروات تجففيه بيه، حاجتين اتنين بيخلوا النعناع يفضل معاكي اخضر وما يسودش، انه ما يكونش فيه ميه. النقطه التانيه ان ما تحطهوش في الشمس، النقطتين دول مهمين جدا. انا فرشته على صينيه كبيره زي ما انت شايفه، وهحطه في مكان ظل يكون بيخش هواء، لما ينشف بالظبط اخد يوم ونص، الجو بدأ يحرر فهيبقى تمام بالنسبه له قوي كده اهوت. طيب بالنسبة للنعناع اللي هيتفرز، خلي ده كده على جنب، اللي هيتفرز حطي عليه مية ساقعة مباشرة وحطيه في الفريزر على طول، ما تحطيش مية من الحنفية. ولو تلاجتك بتاخد الفريزر بتاعها بياخد وقت عقبال ما يفرز الحاجة ويجمدها، يبقى حطي مية شبه مدلجة. بالشكل دوت هيفضل النعناع اخضر معاكي مش هيسود. ده شكل النعناع بعد ما نشف، بالظبط زي ما قلت لكم اخد يوم ونص. لونه شايفاه عامل ازاي؟ انا جربت قبل كده فكره ان احطه في فرن البوتاجاز، وللاسف بيسود وبيجلد كمان. بص القرمشه بتاعته بيفرك معاكي، اللي بيتحط في البوتاجاز ما بيبقاش بيفرك معاكي كده، بيبقى مجلد وخشن مش حلو، ولا بيديك النوع اللون دوت نهائيا. ده كده النعناع بتاعنا لما نشف، يلا نحطه في برطمان وهنعمل منه كمان كوبايه شاي، ونشوف لونه هيبقى عامل ازاي في الشاي، كأن جايبه نعناع فريش بالظبط. افضل حاجه بالنسبه لي نحطه في برطمان محكم الغلق او في كيس قماش، وصراحه كيس القماش كمان بيبقى افضل. نعمل بقى مشروب المفضل بالنسبه لي، اللي هو النعناع مع قرفه. هاخد النعناع واحط واصب الميه المغليه. المشروب ده جميل جدا وبيهدي المعده ويهدي الاعصاب، فعلا مشروب حلو. بصي انا ما قطعتش الكاميرا، ادي لون النعناع كانه نعناع فريش بالظبط، ما تفرقهوش حاجه خالص، وهيفضل معاك الوقت كله لغايه ما يخلص بنفس الشكل. وده النعناع اللي احنا فرزناه، نقلبه في طبق عشان نشوف المكعبات. بصي الخضار بتاعه عامل ازاي، ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، كانه لسه معمول. طبعا صيف بقى ومحتاجين ليمون بالنعناع ويبقى حلو جدا معانا. هنستنى دقيقه لما يفك عشان اوريه لكم لونه عامل ازاي، وهو باين اصلا من دلوقتي. ادي الشاي وادي الليمون، قصدي النعناع اللي بقرفه، وادي الليمون، وادي النعناع بتاعنا فرقته ناعم للي هيحب يفركه ناعم، وادي الورق، كلهم ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله زي الفل. هيفضلوا معاكي كده، بلاش شمس، بلاش تفرش النعناع وهو مبلول، وهيفضل معاكي من السنه للسنه اخضر ريحته حلوه، تستمتعي بيه جدا جدا. كل عام وانتم بخير، ما تنسوناش من دعوه حلوه مروه حماد.